ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أصيب عدة أشخاص بجروح بالغة بعد عصر يوم الاثنين 12 نوفمبر إثر انقلاب حافلة للنقل الحضري في مدينة العيون بعد اصطدامها مع سيارة للنقل المدرسي قرب ثانوية ابن زهر. وحسب مصادر محلية فإن سائق سيارة النقل المدرسي لم يحترم الأسبقية في ملتقى طرقي على مستوى حي الوحدة، ما تسبب في انقلاب حافلة نقل الكرامة وتعرض ركابها لإصابات متفاوتة الخطورة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى ابن المهدي في مدينة العيون. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.